اكل مصري يسعد قلبك. تعالى فكره ان هم يشوا الحمام دي جات لهم منين؟ وهل فعلا الحمام المشوي طعمه حلو ولا اي كلام؟ الاول ده اوبن بوفيه تاكل لحد الاشباع ب 65 ريال، مشاوي، محاشي، باذنجان باللحمه او برنجان عادي، المسقعه المصري اللي احنا عارفينها، وطبعا ده غير الشوربه والممبار والرقاق وحلويات شرقيه ومشروبات، ده غير الفواكه والمقبلات، تبوله وفتوش وسلطه وليله يا حاج. وزي ما قلنا الفرد ب 65 ريال والاطفال من 5 ل 10 سنوات ب 35. اكل مصري مصري على ابوه والسعر على قد الايد. والاوبن بوفيه كل يوم جمعه من الساعه 1 بعد الصلاه لحد الساعه 9 بالليل. ونرجع للحمام اللي كان بالطلب مش مع الاوبن بوفيه، سعر فرده الحمامه 50 ريال والحمام مصري بجد جاي من مصر. وطبعا الحمام المصري معروف للناس اللي بتحب الحمام لان بيكون عظمه طري شويه، في ناس بتاكله بعظم. شويه اكل في قلبك يا حاجه. وده مطعم سفره الهوانم اللي موجود في السلطه القديمه في فندق جرين جاردن، والمطعم بتاع اخت لنا مصريه وما شاء الله اكلها جميل بجد. انا نسفت الاكل. انت واد سهتني وكلت المتوفي. لو النبي معلمين هتروحوا بالسم مدود.